أولادي الأعزاء، لقد قمت بوصف علمائنا الذين حققوا اكتشافات عظيمة في علوم العالم في عملي بعنوان اكتشافات الأجداد، ومنهم الخوارزمي الذي اخترع صفراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. وقف الواحد ليسلم، وقف الواحد ليسلم، جاء الاثنان ليحرفه، جاء الاثنان ليحرفه، وثلاثة واحد واثنان، والأربع اثنان واثنان، والأربع اثنان واثنان. وقف الواحد ليسلم، جاء الاثنان ليحرفه، وثلاثة واحد واثنان، والأربع اثنان واثنان. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية تسعة عشرة. والخمسة كعكع بسكر، والستة وقفت لتفكر، والخمسة كعكع بسكر، والستة وقفت لتفكر، والسبعة تنظر للنجمة، وثمانية عكس السبعة، وقفت لتفكر، والسبعة تنظر للنجمة، وثمانية عكس السبعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. الو جمع، وعصا جدي مثل التسعة، والصفر مع الواحد عشرة، وعصا جدي مثل التسعة، والصفر مع الواحد عشرة، وعصا جدي مثل التسعة، والصفر مع الواحد عشرة، وعصا جدي مثل التسعة، والصفر مع الواحد عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. إلى اللقاء.
مع السلامة. شكرا. أولادي الأعزاء، جدنا محمد بن موسى الخوارزمي ساهم كثيرا في تطوير العلوم من خلال تأليف العديد من الكتب في الرياضيات وطرق الحساب وجمع الكسور وضربها وقسمتها وطرحها، مثل الجبر والمقابلة. مصطلحا الألغوريتم وعلم الجبر مشتقان من اسم هذا العالم وتسمية كتابه. الآن الأمر متروك لكم أيها الشباب لتطوير الاكتشافات العلمية